لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أهم وآخر الأخبار الرياضية في لايف سبورت. نبدأ أخبارنا ببعثة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة لتسافر إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 20 جويلية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، وتضم بعثة المنتخب الوطني اللي يترأسها أنيس المومني رئيس الرابطة الوطنية للهواة 37 شخص من بينهم 23 لاعب. خلينا نذكروا أنه أول مباراة لمنتخبنا باش تكون أمام منتخب البحرين عشية الجمعة بملعب مدينة الأمير سلطان انطلاقا من الساعة 3 بتوقيت تونس. اختارت لجنة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم كل من نعيم حسني حكم ساحة وفوزي جريدي حكم مساعد لتمثيل التحكيم التونسي في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشبان، وباش يشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت العشرين عام في هذه البطولة اللي تستضيفها مدينة أبها السعودية في الفترة الممتدة بين 20 جويلية و 6 أوت 2022. أعلنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي في بلاغ صادر اليوم على الصفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك أنه تقرر فتح باب بيع الانخراطات للموسم الرياضي 2022-2023، وتنطلق عملية تسويق الانخراطات بداية من يوم 21 جويلية إلى حدود يوم 28 جويلية 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء. أعلن فريق شباب بالوزداد الجزائري اليوم تعاقده بصفة رسمية مع اللاعب يوسف العوافي قادما من النجم الرياضي الساحلي، وكان وقع اللاعب عقدا يمتد لمدة 3 سنوات أي إلى غاية 2025. أنهى الترجي الرياضي الجرجيسي إجراءات انتقال اللاعب عمر جبالي في شكل إعارة بموسم واحد إلى فريق أودنسي الدنماركي الناشط بالدرجة الأولى بالدنمارك مع إمكانية الشراء بعد نهاية فترة الإعارة بمبلغ 100,000 يورو، ليلتحق بذلك بشقيقه مهاجم المنتخب التونسي لكرة القدم عصام جبالي لينشط في نفس الفريق. قام اللاعب الدولي والنجم الأهلي المصري علي معلول على غلق حسابه على انستغرام لأسباب غير واضحة، ورجحت وسائل إعلام مصرية أن سبب الغلق هو موجة الغضب اللي شنتها جماهير الأهلي تجاهه بعد الخطأ اللي كان ارتكبه في لقاء بيراميدز اللي كان انتهى بنتيجة 2-0. توج التونسي فراس قطوسي بالميدالية الذهبية لوزن 74 كيلوغرام في البطولة الإفريقية للتايكواندو المقامة فعاليتها برواندا. خلينا نذكره أن قطوسي توج أيضا بالميدالية البرونزية في دور الألعاب المتوسطية بوهران، وبهذا التتويج سيتقدم في التصنيف العالمي. نختم أخبارنا الرياضية بمعلومة صحية تساعد رياضة المشي على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز قوة ونشاط الدورة الدموية، تعزيز كذلك وظيفة الجهاز المناعي وتقوية العظام والعضلات والمفاصل. كانت هذه أهم وآخر الأخبار الرياضية. نذكركم أخبار نديمة متواصلة على سيتم تعنات الـWV الحياة فام فونات. أجمل تحيات حسام الربحي وبقية متابعة طيبة لبرامج الحياة فام. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.